هاي بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. بودكاست النهارده هنتكلم عن الوحده، ولان معظم البنات بتبعت لي بتقول لي شيماء انا حاسين بالوحده، احنا بنعاني بالوحده، احنا ليه لوحدنا طول الوقت. النهارده هنتكلم عن الوحده وازاي تكوني سنجل وسعيده حتى وانتي وحيده. احيانا كتيره ممكن يكون حوالينا ناس ومعارف واصحاب وزمايل في الشغل وجيران وعيله، وكل ده حواليكي وما زلتي حاسه بالوحده، وده ليه اسباب كتيره جدا. فلو انت حابه تعالجي الاحساس بالوحده ان انت حاساه ان هي مش حاجه حلوه، تابعي حلقه النهارده للاخر. اول حاجه، طبيعي جدا تحسي بالوحده لما تلاقي الناس اللي مش شبهك او مش لاقي حد نفس دماغك، زي ما بنقولها كده بالعربي، يعني مش لاقي حد. يعني دايما كده بيكون عندنا صديقه اللي هي البيستي، اللي هي بتكون وقت ما بنحب نخرج بتلاقيها هي كمان عايزه تخرج، وقت ما بتحب تاكل احنا كمان جعانين، وقت ما بتحب عايزه تسافر انت كمان عايزه تسافري. ساعات بنفقد الصديق ده او مش بنلاقيه، والجانب الاخر احنا مش محتاجين بيستي كمان كصديقه تخرج وتتفسح معانا، احنا محتاجين البيستي ده في الزوج او في الخطيب او في الانسان اللي هنرتبط بيه، وحتى في الاهل، سواء في الاخوات او في الاب والام والعيله، وحتى في الشغل. فطبيعي جدا ان انت تحسي بالوحده لو انت مش لاقيه الناس اللي شبهك حواليكي. فمحتاجه تعرفي ان انت عشان تلاقي الناس اللي شبهك، سواء خطيب او حبيب او زوج او اصحاب، هياخد وقت عشان تلاقي الشخص اللي هو يشبهك. او بس لازم تتقبلي او لازم تعرفي ان مش هتلاقي حد 100% شبهك، انت هتلاقي حد يعني 80% شبهك، 90% شبهك. فتقبلي ان في كده نسبه 10% 20% عدم تشابه. فاول حاجه لازم تتقبلي، او اول ما تبداي في علاقه او تبداي في صحوبيه حد او تتعرفي على ناس، لازم تتقبلي الفروقات، الاختلافات، سواء في العقليه او في الثقافات او في اي يعني جانب من جوانب الحياه. فعرف ان انت هتاخدي شويه وقت لغايه ما تلاقي الشخص اللي شبهك، او ان انت تحسي بتحبي تقضي معاه وقت كتير. تاني حاجه، ممكن يكون في ناس حواليكي بس انت عندك مشكله اللي هي عدم الثقه بالنفس. دايما بتقارني نفسك باللي حواليكي، دايما حاطه نفسك في مقارنه ما بين بنت خالتك وعمك وصاحبتك واي حد جديد بيجيلك او بيقابلك في الحياه. المقارنه دي غلط جدا وغير صحيه، وممكن تكون اساسا اتزرعت جواكي من الطفوله. يعني انا من الاشخاص اللي كان دايما بيقارن درجاتي في المدرسه بابن خالي وبنت عمتي وبنت خالتي، مش عارفه جالها شبكه بقد ايه وجالها فستان منين. فالمقارنات دي اتزرعت فينا من واحنا صغيرين، واحنا خدناها لما كبرنا وبدانا نقارن نفسنا، فلانه احسن مني في الشغل، فلانه بتاخد مرتب اعلى مني، فلانه اذكى مني، فلانه احلى مني. فدايما حاطه نفسك في المقارنه، وطول ما انت حاطه نفسك في المقارنه دي هتحسي دايما بالدنيا، هتحسي ان كل الناس اللي حواليك او اي حد جديد حواليك بتقابليه احسن منك. المقارنه دي للاسف عمرها ما هتخلص، هتفضل مستمريه لغايه ما يبقى عندك 50 و60 و70 سنه. فاقطعي المقارنه دي حالا، وابداي حبي نفسك وركزي على نفسك بكل صفاتها. يعني قارني نفسك بنفسك امبارح، اول امبارح، الشهر اللي فات، السنه اللي فات، قارني نفسك بنفسك، اشغلي نفسك بنفسك بمقارنه نفسك القديمه بالجديده. كل يوم طوري من نفسك وركزي على نفسك. وكنت عملت لكم فيديو قبل كده عن تحول من عدم الثقه للنفس لثقه 100%، هحط لكم اللينك بالديسكربشن بوكس. ثالث حاجه، الوحده مجرد اعتقاد. انت حابسه نفسك في الماضي، ممكن تكوني من زمان يعني اتعرضتي لتجربه سيئه، عشتي تجربه حب او ارتباط او حتى صديقه خانتك او اتكلمت عنك كلام وحش، فده زرع في جواكي، في مخيلتك، اعتقاد وحش ان كل الناس هتبقى وحشه، او ان انا مش عايزه اصاحب حد عشان هتأذى تاني. فبداتي كل تفكيرك اي حد هيجي يقرب منك او يدخل الزون بتاعتك ان الشخص ده وحش هيضرك، فبداتي تجلبي كل حاجه سلبيه في دماغك اي حد يدخل حياتك بشكل، وبالتالي اي حاجه انت بتتخيليها بتحصل لك. هتتخيلي صداقه مضره او هتضرك هيحصل، تتخيلي زوج شرير او خطيب سيء هيضرك هيحصل. فاي حاجه انت بتتخيليها هتجيلك، اي حاجه انت مركزه عليها طاقتك وعقلك ونفسك هتجيلك. فركزي على الايجابيات حواليك، انت كده بتعملي مانيفستيشن لكل حاجه سلبيه انت متخيلاها، فانت بتجلبي كل حاجه انت بتتخيليها. فاعرفي ان انت اي حاجه بتتخيليها او معتقداها هو ده اللي هيحصل. يعني you create
what you believe، انت بتخلقي اللي انت بتؤمني بيه او بتتخيلي. فبالتالي اي حد هيحاول يدخل حياتك او يتعرف عليك هتحسي ان الشخص ده جاي عشان يعني تمر بنفس التجارب السيئة اللي انت مرتي بها قبل كده. فبالتالي ده اللي بيحصل. كنت كلمتكم على المانيفستيشن وعملت لكم حلقتين كبار جدا على المانيفستيشن، ازاي ساعدني ان انا احقق احلامي واجد فارس الاحلام وارتبط بشريك الحياة واسافر والف العالم واحقق كل حاجة بالمانيفستيشن. ان انا كان كل تخيلاتي ايجابية بوستيف، كنت كل حاجة نفسي فيها بتخيلها بالشكل الايجابي وتفادى الجانب السلبي في الحياة. طبيعي احنا عايشين في الحياة في سلبيات، بس دايما تجنبيها من مخيلتك، من التأمل والاعتقادات بتاعتك، او ان انت بتتخيلي تحققي حاجة. فانت لو بتتخيلي ان انت يكون ليكي اصحاب حلوين يشجعوكي وتحسي بالانس معاهم، تخيليها بالصفة الايجابية، ما تتخيليش بالتجارب السيئة اللي انت مريتي بيها قبل كده. هحطلكوا لينك المانيفستيشن في الديسكريبشن بوكس، اتفرجوا على الفيديوهين دول هيغيروا لكم مجرى حياتكم. رابع حاجة، انت شخص ما بتعرفيش تستمتعي بوقتك لوحدك، ودي مشكلة كبيرة جدا يا بنات، وعايزين نقف عند البوينت دي كويس ونتكلم فيها بالتفاصيل. لو انت شخصية اصلا مش عارفة تستمتعي بوقتك لوحدك، ما بتحبيش وحدتك، يعني انت شخصية مش عارفة تقعدي مع نفسك، ما بتستحمليش نفسك، ازاي اللي حواليكي هيستحمل يقعد معاكي؟ فمحتاجة تدربي نفسك على وحدتك وازاي تستأنسي بوحدتك وتحبي وحدتك. وكنت عملت لكم فيديو ازاي انا بستمتع بوقتي لوحدي حتى وانا متجوزه، لازم يكون عندي مي تايم، وقت خاص بعيد عن جوزي، هو بيروح مشوار، انا بقى بقعد ايه اعمل الروتين بتاعي، البيوتي كير، السلف كير، اعمل اي حاجه انا بحبها بقالي فتره ما عملتهاش. اطبخ، اخد نفسي على سولو ديت، لو انا مثلا مش مخطوبه او مش مرتبطه، خدي نفسك فسحي نفسك، حبي نفسك، روحي لنفسك اشتري لها حاجه حلوه كان نفسك فيها، كافئي نفسك من فتره للتانية. وقلنا المكافئات ما تبقاش في الاكل وبس، تبقى في روحي تعلمي حاجه جديده، رياضه جديده، اركبي اتعلمي لغه جديده، روحي تعلمي ركوب الخيل. انا مثلا كان في فتره كنت ما كنتش مبسوطه فيها في حياتي، رحت اتعلمت ركوب الخيل عشان اشتت عقلي من الطاقه السلبيه والبيئه اللي انا كنت قاعده فيها، الديبريشن اللي كنت بعاني منه. فكنت باخد نفسي اللي انا بروح اتمرن او اتدرب ازاي اركب خيل، مع ان انا بالنسبه لي الخيول مخيفه جدا، لان انا عارفه يعني وقعتهم صعبه وكسرتهم. يعني احنا دايما في الطب البيطري، انا دكتوره بيطريه، دايما بنقول يعني وقعت الخيل لا بكسر لا بشرخ لا باي باي. فيعني مش يعني ربنا يحفظنا، يعني انا وقعت كتير من على الخيل الحمد لله لسه عايشه. بس دايما احجزي كاسر، اكسري دايره الخوف من حاجه جديده، روحي اتعلمي حاجه جديده. فده بيشتت عقلك من ان انت بدل ما انت مركزه، هو انا ليه وحيده، انا ليه ماليش اصحاب، هو انا ليه مش بيحب الناس مش بتحبني، هو انا ليه ماليش اللي هو شله الاصحاب في الكليه. وعلى فكره انا من الاشخاص اللي ما كان ليش شله اصحاب في الكليه، ما كنتش عارفه اعمل اصحاب خالص يعني، لان وكنت بعاني من الموضوع ده جدا، لان انا انسانه وحيده في الكليه، مش عارفه مش لاقيه الناس اللي شبهي. فكنت بلوم نفسي، هو انا ليه مش ليه اصحاب زي بقيه الجروبات ليهم اصحاب. فكنت دايما بحس ان انا الانسانه وحشه، وانا اللي مش محدش بيحبني عشان انا مش يعني بيجي صاحبني. فاكتشفت بعد كده ان انا لا، انا شخصيتي مختلفه، انا تكويني مختلف، انا شخصيه تانية غير الناس، انا يعني شخصيتي نادره. ودي مش حاجة يعني ان انا بعظم في نفسي، انت ممكن تكوني شخصية نادرة، فمحتاجة وقت تلاقي الناس اللي شبهك او الدايرة اللي شبهك او الصديق او الصديقة. ومش هيبقى ناس كتير يا جماعة، يعني احنا لما بنكبر كل ما بنكبر كل ما دايرة المعارف بتاعتنا او الاصدقاء بتقل، لان بنفهم نفسنا اكتر والاكسبيرينس بتاعتنا بتزيد. فبنبقى عارفين مين الناس اللي تناسبنا ومين الناس المفروض ان هم ايه يعني نطلعهم بره دايرة الصداقة، بس معارف كده حوالينا هاي وباي والكلام ده. فكنت بلوم نفسي ان انا ليه ماليش شلة اصحاب، بس لما كبرت عرفت ان انا ماليش الشلة دي، لان انا لسه مش لاقية الناس اللي شبهي. مش ودلوقتي يعني انا بستمتع بوحدتي، وزعلانة ان انا كنت بزعل نفسي وانا صغيرة في العشرينات، وانا ليه وحيدة دايما وماليش اصحاب. بس دلوقتي فهمت. فانا جاي اقولك دلوقتي لو انت في بداية العشرينات، ما تلوميش نفسك على وحدتك، انت بس مش لاقية الناس اللي شبهك او اللي هي نفس الجو بتاعك. وده مش حاجه وحشه، لان سبحان الله احنا يعني البصمه يعني مفيش حد بصمته شبه التاني، فانت شخصيتك مش شبه اي حد. فلازم هتاخدي وقت على ما تلاقي شخصيات تشبهك عشان تقدري تستمتعي بقعدتك معاهم.
فلغايه ما تلاقي الاشخاص والناس ودايره المعارف اللي تناسبك سواء شخص او اتنين او حتى شله هتاخد وقت، بس لغايه ما نوصل للبوينت دي ان انت تلاقي الناس اللي شبهك انت محتاجه تستانسي بوحدتك وتحبيها وتتفرجي على الفيديو ده. خامس حاجه، انت محتاجه تعرفي ان الوحده ده جزء من حياه اي بني ادم في الحياه. في ناس كتير جدا هتلاقيها حواليكي بتروح وبتيجي وبتسافر وتقول يا بختهم الناس دي، يعني ليهم شله اصحاب كبيره جدا، وهتلاقيهم من جواهم عندهم اكتئاب حاسين بالوحده. مش معنى ان انا قاعده مع 10000 شخص و100 شخص و10 اشخاص ان انا واحده من جوايا مبسوطه ومش حاسه بالوحده. انت ممكن تبقي قاعده ما بين 100 شخص ومن جواكي حاسه بالوحده لان انت مش لاقيه الناس اللي شبهك، مش لاقيه حد يتكافئ مع روحك، وزي ما قلت قبل كده سواء صديق او حبيب او اي حد في حياتك حابه تصنفيه. يبقى يعني انت لو محتاجه تلاقي شريك الحياه اللي تحسيه يكافئ روحك فهتحسي بالوحده على ما تلاقي الشخص ده، خاصه لو انت في بدايه العشرينات او لسه في الثلاثينات ومش مرتبطه لغايه دلوقتي تحسي بالوحده وده طبيعي. فانت محتاجه تتقبلي وتحبي الوحده دي وتعرفي ان هي جزء من الحياه، والجزء ده هيفيدك كتير جدا بعدين. فاكره كده زمان الناس كانت بتروح تعتكف الانبياء والرسل والناس اللي كلها ناجحه في حياتها، تلاقيها كان عندها وقت كده في حياتها كانت لوحدها، ما كانش ليها اصحاب، ما كانش فيه دايره اصحاب، كانت عايشين لوحدهم. اعرفي ان الوقت اللي فيه وحدتك واعتكافك لوحدك ده بيخليكي تقعدي مع نفسك تسمعي نفسك. انت محتاجه طبيعي جدا الفتره الثانيه حتى لو انت ليك اصحاب ولقيتي دايره الاصحاب والشله اللي انت بتحبيها ان يكون ليكي وقت خاص بيكي تحسي فيه، يعني تستمتعي فيه بوحدتك وتقعدي مع نفسك تفكري وتستمتعي تسمعي لعقلك، تسمعي يعني طاقتك الجوانية، تسمعي لروحك، تقعدي كده مع نفسك كده تسرحي هو أنا مين وعايزة إيه وعايزة أحقق إيه وكنت فين وبقيت فين، كأنك كده معتكفة مع نفسك في الكيف بتاعك سواء في أوضة نومك سواء في شقتك أو في أي حتة. لو أنت البيت عندك دوشة روحي أي حتة كده جنب الجنينة جنب شجرة، يعني حلو جدا التأمل وسط الطبيعة ده هيفيدك كتير جدا. فروحي تأملي، اقعدي مع نفسك كده، اعتكفي مع نفسك في الجامع في أي حتة أنت بتحب تروحي تعتكفي في صلاتك الصبح لما بتصحي تقعدي مع نفسك كده تتأملي، اقعدي شوية كده اعتكفي مع نفسك قولي هو أنا مين وعايزة إيه وحقق إيه وكنت فين وإيه رسالتي في الحياة وأنا ضفت إيه لنفسي وعايزة أحقق إيه لنفسي وهضيف إيه للمجتمع اللي حواليا. وأعرفي إن أنت لو من الشخصيات اللي بتعرف تستمتع بوقتها لوحدها كويس جدا، اعرفي إن ده واحد من أقوى أسلحة المرأة، والسلاح ده هيفيدك كويس جدا بعد الارتباط بالذات. لان المرأة اللي بتعرف تستمتع بوقتها وتعمل انترتيننج لنفسها كويس جدا مش محتاجة اي حد حواليها عشان يحللها حياتها، هي بتعرف تحلي حياتها بنفسها، ده يعني سلاح معتبر كويس جدا انت بتحاوطي نفسك بيه او بتزودي نفسك بيه بصفة قوية جدا في المرأة. يعني انا شايفة ان من اقوى الاسلحة اللي عندي ان انا بعرف استمتع وقتي لوحدي مش محتاجة اي حد، خلاص انا قاعدة في الامبراطورية بتاعتي، جبت لنفسي كل حاجة، حققت لنفسي كل حاجة في العشر سنين اللي فاتوا، اي حد يجي في حياتي يدخل زيادة بس عشان يحلي حياتي، بس وجوده او مش موجود انا حياتي زي السكر. وعشان كده انا بنصحك انت كمان تبدأي تعملي تمارين تمارسي ازاي تستمتعي بوقتك لوحدك وتستمتعي بوحدتك وتناسي بوحدتك، ودي فرصتك ان انت تاخدي وقت لنفسك دلوقتي لوحدك وتكرسي ده لبناء نفسك وتكرسي ده لنفسك لشخصيتك لتطوير شخصيتك لتطوير شغلك لتطوير استثمار فلوسك لتنمية ذاتك. وعارفي ان الفترة دي دعمة جدا جدا لمستقبلك سواء كنت في اي مرحلة عمرية، ولو كنت حاسة بالوحدة فعلا من جواكي وعايزة تتخلصي من الاحساس ده اعرفي ان احسن صديق ليكي واول صديق واوفى صديق ليكي هو عقلك، هو هواياتك، هي مهاراتك، هو نفسك. فاشتغلي على نفسك، كرسي الوقت ده كله لنفسك وادعمي الوقت ده وسلحيه زوديه بمهارات تانية، اقري كتب، اتثقفي، اسمعي البودكاست مفيدة تنمي عقلك تنمي مهاراتك تغير من تفكيرك، اتعلمي مهارة جديدة، اشتغلي على هواياتك لان بعد كده هتستفيدي فيها في المستقبل وممكن تطلعي منها فلوس. في نهاية الفيديو بقولك حبي نفسك وحبي وحدتك واستثماري فيها كويس جدا،
ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا، ولو عجبكم الفيديو ريت تشاروا لكل اصحابكم البنات، وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، دايما بنزل لكم يعني تيبس وتريكس عن حياتي الصحية وحياتي في السفر. واهم حاجة ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتشاروا الفيديو لاصحابكم، وتكتبوا لي في الكومنتات انتوا اي فريق، فريق اللي بتعرف تستمتع بوقتها لوحدها وبتحب اصلا وقتها لوحدها، يعني من الشخصيات اللي هي اول ما بتخلص شغلها او اي حاجة وراها بتحب تروح تقعد في اوضتها في الصومعة بتاعتها، ولا انتوا من الاشخاص فعلا اللي بتعاني ان هي مش بتقدر يعني تقعد لوحدها. فلو عندكم اي اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم، ولو عندكم اي اسئلة شخصية ابعتها لي على الانستجرام وانا دايما بحرص ان ارد عليكم، واشوفكم في الفيديو ده.